اليوم اللي لا زال يستعد للمباراة الهامة في تاريخ بعد 4 أيام أمام العراق في 15 نوفمبر. اليوم أيضا يلعب مباراة ودية مع فريق فتح، تنتهي هذه المباراة بالتعادل السلبي. الجدير بالذكر لازم نتكلم اليوم عن هالموضوع، عبد الله عنزي، اللاعب اللي أصبح قضية الوسط الإعلامي أو حتى الرياضي اليوم بالنسبة لنا. عبد الله عنزي اللي رايح، عبد الله عنزي الجاي. يتم استبعاد اليوم عبد الله العنزي من قائمه لوبيز الى الرياض بسبب الاصابه. يعني سمصر لو تكلمنا عن هالموضوع، عبد الله العنزي الان يستبعد، يحل مكانه، الاخبار اللي تردنا الان يحل مكانه لاعب الفتح عبد الله عويشير. ايش المشكله اللي صار مع عبد الله العنزي؟ خلينا نتكلم من البدايه، من بدايه انضمامه للمنتخب والمطالبه الكبيره جدا لتواجده في المنتخب، يتم انضمامه، يصرح لوبيز تصريح أحدث ضجة في الوسط الإعلامي بأن عبد الله العنزي أنا ضميته لكي يكون الحارس الرابع، اعتبر ذلك يعني استفزاز للرأي العام. بعد ذلك الآن يستبعد بسبب الإصابة. تعليقك. أول شيء خلنا نرجع بس الجملة أنت قلتها، أنه مباراة هامة للمنتخب السعودي. جميل. مباراة يعني تاريخية، أنا أشوف أنه مباراة يعني أوكي، مباراة مهمة فيها 3 نقاط، إذا كسبناها سنصل إلى نهائيات كاسية، ولكن ليست مباريات تاريخية، لأنه تاريخ المنتخب السعودي في النهائيات تاريخ عريق جدا، وكان يعني المفترض الوصول مباشرة للمنتخب السعودي وليس المرور بالمرحلة التصفية. على العموم عبد الله العنزي قضية، خروجه طبعا استبعاده من المنتخب السعودي متوقع، من الطبيعي أنه استبعاد لاعب مثل عبد الله العنزي دارت حوله الكثير من الجدل، أنه يحدث جدل مضاعف، يعني على اعتبار أنه كان في مطالبة وكلنا نعرف السياق اللي صارت فيه الأحداث. يظل للمدرب طبعا رؤيته لا شك، ويظل عبد الله العنزي حارس قدم مستوى وأداء مميز جدا خلال الفترة الماضية، لكن واضح أنه المدرب عنده وجهة نظر اللي هي الاستقرار على رؤية محددة، الاستقرار على أسماء ثابتة، بدليل أنه المباراة اليوم اللي خلينا نسميها المناورة، لأنها كانت ساعة نص نصف، حتى ما كملت مباراة، احنا نعتبرها أقل من مستوى مباراة نوعا ما، يعني كان الهدف فيها مختلف. كان اللاعب في الشوط الأول الأساسي وليد عبد الله، واضح أنه هو حتى في ظل يعني تدني مستوى وليد وتراجع أدائه هو مقتنع أنه هذا هو الحارس الأساسي، أنا عندي ثبات. أحيانا تكون رؤية نفسية للمدربين أنه أنا ودي أمنح الحارس دفعة معنوية أيا كان، لأنه مقتنع بقدراته، مقتنع أنه هذا مستوى ودائما عنده خبرة، أو هذا الحارس الأساسي عندي مهما حصل أو مهما يعني واجه من انتقادات أو حتى بعض الهفوات في مباريات محلية. جميل. أستاذ خالد، تعليقك. انت استاذ خالد قلت ان قضيه، انا ما اقول انها قضيه، لوبيز قال انه عبد الله العنزي هو المدرب الرابع. اذا كانت قضيه ضم او استبعاد لاعب، يعني اذا كان استبعاد او ضم لاعب هو سيصبح قضيه، هذه مشكله بالنسبه لنا. طالما انه الحارس عبد الله العنزي وغيره من الحراس او اللاعبين ليس اساسيا، انا اقول انه امر عادي. هذا اذا كان ضمه او استبعاده بلا سبب، لكن في لا قضيه استاذ خالد، استاذ خالد بس يعني انا اللي كنت اتكلم عنه انه قضيه عبد الله العنزي من البدايه لما نتكلم عن الوسط الاعلامي والرياضي اللي انت اكيد تابعته، ويطالب بانضمام عبد الله العنزي ثم يستبعد بعد ذلك، يصرح لوبيز في وسط هذه المعمعه بان هو الحارس الرابع، اعتقد هذه اصبحت قضيه الوسط الاعلامي. لا صحيح، انا اتفق معك اذا كنت يعني حولتها الى قضيه اعلاميه، لكن ليست قضيه فنيه. طيب انا اقول انها قضيه اعلاميه، حتى مهما يعني زاد الشد والجذب وزاد الصراع الاعلامي او الجماهيري خارج الملعب، هذا نقول قضيه اخرى ما لها علاقه نهائيا بمساله ضم اللاعبين او ابعادهم او غيره، هي مساله فنيه يجب الا تتعدى اطار الملعب. فكر مدرب، فكر إداري، أحيانا إذا كان اللاعب عليه ملاحظات إدارية وسلوكية وأخلاقية وغيرها، الملاحظة الفنية للمدرب يندمج هذان الريان، يشكلان يعني العناصر المهمة لأي فريق سواء فريق ولا منتخب، ثم بعد ذلك تدخل التشكيلة. كون والله الإعلام أو الجمهور يطالب بضم لاعب أو إبعاد لاعب، أنا أقول هذا تدخل في شؤون المدرب وفي شؤون اللاعبين. نعم أنا أقبل من الإعلام وأقبل من الجمهور أنه يبدي رأيه، لكن كون المدرب يقول هذا اللاعب ما يصلح لي أو فلان يصلح لي ويضم، وأحيانا يأخذ لاعب لا يريده الجمهور، نحن لا نتكلم عن لاعبين جماهيريين بقدر ما نتكلم عن لاعبين مهمين ومؤثرين ويحتاجهم المنتخب ويحتاجهم الفريق.
إذا كان الجمهور سيتدخل في وضع تشكيلة المنتخب سنخرج منتخب مؤهل، لأنه رأي الجمهور كل جمهور يريد أن يضم اللاعب. أنت قلت قبل شوي أنه اللاعب يعني الجمهور أو الإعلام عموما يريد اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني، أتفق معك بطبيعة الحال كل جمهور وإعلام مؤثر يريد ضم الأكبر قدر من اللاعبين، حتى أحيانا يضم اللاعب ثم يطالب، ثم إذا ضم بعض اللاعبين مثل بعض المباريات قالوا ليش تأخذوا من فريقنا 7 لاعبين و8 وكذا وعندنا مباراة مهمة. إن لم يضم أصبح أيضا قضية، قال ليش تضمون من نادي الفلاني وتتركوننا. فأنا أقول أنه كل هذه الأشياء، الصراع الإعلامي أو الجماهيري خارج الملعب لا قيمة له إطلاقا إلا ما ثبت فنيا من خلال المحللين. خلنا نقول أن أنتم عندكم المحللين في القناة الرياضية وقالوا أنه نعم يستحق الفلاني أنه يدخل في المنتخب وإلى ذلك، نقول نعم أضرب له التحية وأقول نعم يستحق اللاعبين الفلانيين أنهم يدخلون المنتخب بناء على مجمل الآراء، مو فقط على رأي مدرب اللوبيز ولا غيره من المدربين. إجمالا حتى أختصر القضية أستاذ عبدالله، أنا أقول أنه أتفق معك أن قضية عبدالله حنيزي هي قضية خارج الملعب، لكن داخل الملعب ليست قضية إطلاقا، سواء أخرج أو لم يخرج، يعني سواء نخرج بنتيجة إصابة أو نتيجة رأي فني بحت، هو يظل حارس احتياطي مثل ما تفضلت أنت وقلتها أو تفضل زميل المنصور أن اللاعب الرابع. جميل، احنا بدورنا تواصلنا يعني أيضا مع عبد الله العنزي لنطمئن على إصابته، يعني ما توجدنا أي تواصل معه. تفضل كانت في التعليق. أقول بالمناسبة المنافسة على الحراسة في المملكة العربية السعودية هذا الموسم منافسة حادة جدا، في ارتفاع في مستوى الحراس بشكل يعني كبير جدا، احنا نشاهد حارس العروبه العويشير فول. رايك في العويشير الان هو اللي اختير بدل العنزي؟ بدل العنزي اذا هو الحارس الرابع. اي حتى وان اختير هو لاعب مميز وحارس مميز وجيد، ولكن اختياره بدل العنزي يعني انه الحارس الرابع قبله حيكون في وليد عبد الله، الحارس الثاني المعيوف القرني، هو الرابع بعد الثلاثه الاوائل. جميل، طيب خلونا نقفل هالملف نفتح ملف جديد، بطولة غرب آسيا. سحبت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا وبمشاركة 10 منتخبات، قطر والسعودية عمان البحرين الكويت اليمن والأردن والعراق ولبنان وفلسطين، فيما اعتذرت منتخبات سوريا وإيران والإمارات عن المشاركة. ووقعت القرعة منتخب المملكة العربية السعودية في المجموعة الأولى مع منتخب قطر المستضيف ومنتخب فلسطين، وفي المجموعات الأخرى يعني تأتي المنتخبات اتباعا. اللقاء جهزه الزملاء مع الكابتن خالد قروني كابتن منتخبنا للشباب. نطلع اللقاء ونرجع لكم. والله ما في شك، اول شيء تعرف انت البطوله يعني خاصه المنتخبات على مستوى المنتخب الاول يعني منتخبات قويه، ولا تنسى انه ايضا المنتخب السعودي قوي يعني حتى في مشاركاته دائما مرشح، ولكن طبعا دائما نحترم المنتخبات، واللي يبحث دائما عن بطوله او عن منافسه ما يعني يفكر في انه قوه المنتخبات المقابله، لانه حتى لو كنت طحت في يعني مجموعة أقل بتواجههم في الأدوار يعني الدور الأربعة والنهاية، لذلك لازم يكون المنتخب مستعد لأي منتخب على أساس أنه إذا يبحث عن بطولة. تمام الكابتن يوسف السالم، ولم نشاهده اليوم في التمارين، ما مدى صحة ذلك؟ والله شوف طبعا تعرف اللي فوق السن ان يعني في اختياري بالنسبه لانضمامهم حتى عن مستوى النادي. طبعا في السابق كان هناك تفاهم بيني وبين الكابتن سامي جابر وسمح بانضمام يعني مجموعة من اللاعبين اللي فوق السن، ويمكن بعد ما كان إصابة اللي هو ياسر القحطاني طبعا طلب انه يتواجد على اساس انه عندهم معسكر، طبعا يعني ما عندنا يعني زي ما تقول يعني شيء غير ان نوافق على طلبهم، لانهم اول شيء تطوعوا وما قصروا انهم في اعطانا لاعبين خاصة فوق السن، واذا احتاجوهم شيء طبيعي انه يعني النادي، واحنا يعني حريصين اول شيء على نهائيات كاس اسيا 22 سنه، ويكون يعني هي فتره اعدادنا ايضا او نستفيد من مباريات في بطوله الغرب اسيا. لكن كان احنا يعني محاوله ان تاجيل دوري ركا خاصه للفرق المشاركه معنا زي الوحده دوري ركا، مباريات دوري ركا اللي خاصه زي نادي الوحده عندنا لاعب منهم ايضا مؤثر، وايضا نادي الرياض وايضا نادي القادسيه عندهم لاعبين ومؤثرين، يعني كذا يعني الانديه الثلاثه مؤثرين. فاحنا يعني اقترحنا على الدكتور خالد على اساس انه على الاقل تاجيل بعض مبارياتهم خاصه المباريات القويه. يعني غير صحيح ما تداوله ان طلب تاجيل من الكابتن خالد القروني بعض المباريات في دوري عبد اللطيف جميل؟ هو اتمنى ان نتاجل، لانه اذا تاجلت طبعا ما يكون يعني هناك يعني عذر للانديه،
اتمنى انه يتاجل، لكن طبعا انا يعني خلينا اقول لك تم اجتماع مع الدكتور خالد المقرن وكان هناك صعوبة يعني خاصة في، لكن لازم يكون هناك تضحية من الأندية خاصة في المشاركة نهايات كأس آسيا. نتكلم عن منتخب الشباب اللي شارك الآن في بطولة غرب آسيا، القروني يعني طلب تأجيل الدوري، يبدو أن لجنة المسابقات تعتقد أنهم رفضوا هذا الطلب لصعوبته، يعني تعليقك؟ والله أنا مع تثبيت الدوري وعدم التأجيل أو التأخير فيه لأي قدر الإمكان، قدر الإمكان، لأنه إحنا عانينا من التأجيل في السنوات الماضية. الكابتن خالد القروني يقول مصلحة المنتخب الآن أنه تأجل الدوري. إذا كان لبطولة كأس آسيا نعم، إذا كانت لغرب آسيا أعتقد أنه وجهة النظر شوي تختلف يعني. طيب أستاذ خالد أيضا أسألك عن عدم تجاوب بعض الأندية مع الكابتن خالد القروني في 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 انضمام بعض اللاعبين. معها حق وما معها حق، كيف اشرح لنا عملية انه يعني اشرح لك تفضل. قضية انه عطني اللاعبين وفرغهم من انديتهم في المسابقات المنتخب هذه فيها مشكلة، بطولة عن بطولة تختلف، فيه بطولات إلزامية تتطلب تفريغ اللاعبين للمنتخب أتفق مع وهذا ترغم الأندية وهذه خدمة وطنية، لكن في بعض المسابقات وأذكر في مسابقات سابقة رفضت الأندية قالوا احنا لاعبين تعرضون للإصابات نحتاجهم وما إلى آخره، هذا ما حق. الموضوع الثاني اللي هو عملية أحيانا اللجوء إلى التحايل بعض الأندية اتجاه الحفاظ على لاعبين، يعني أديت يعني اللاعب أحيانا أو النادي يوعز إلى اللاعب أنه عندنا إصابة أو إلى آخره ثم يتعرض لمشكلة. أذكر في بعض المسابقات ولا يحتاج أن نحدد حرمت الأندية من لاعبينها المهمين لأنهم انضموا إلى منتخب في وقت يلعبون في بطولة مثلا آسيا. اللي فهمت منك انعكست الآن الآية، يبدو لي هذا يبدو انعكست الآية، أصبحت الأندية هي من يعني تتلاعب في الموضوع. إذا كانت تتلاعب في الموضوع طواعية أن تقول أنا أرفض في بطولات ودية أو حبية أو غيرها، البطولات ليست مهمة أنا أقول أتفق معها، لكن عملية التركيز في بطولات مهمة جدا أنت تعال خذني من اللاعب في البطولات المهمة، لكن لا تأخذه على الدوام لأن اللاعب يظل هو ملكي وأنا من أدفع فيه وأنا من أنتجته إلى آخره. هذا لا يعني لا ينافي الوطنية ولا يناقض الوطنية إطلاقا خالد، حتى لا نخلط من الموضوعين. جميل. المسألة مسألة أنه اللاعبين يضم المنتخب، نقول نعم توجه إلى المنتخب في أوقات معينة لكن ليس في كل الأوقات. ندخل في موضوع تأجيل دوري جميل ودوري ركا وغيره مع خالد قروني. هو خالد قروني بطبيعة الحال يبحث عن مصلحته شخصية على اعتبار أنه يعني مصلحة المنتخب هي مدموجة في كل الأحوال. صحيح. لكن عملية تأجيل المسابقات أكثر من اللي حاصل أقول هذه مشكلة بالنسبة لنا ولا أتفق معها إطلاقا، بل أطلب يعني حنا مررنا في تجارب سابقة أنه كان المنتخب يعسكر بالشهر وأكثر استعدادا لمباراة أو لبطولة ثم تحولت العملية عكسية، صار المنتخب يتجمع قبل المباراة بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام حتى يدخل المباراة. ثبت قطعيا أنه دخول اللاعب المعسكر القصير أكثر جدوى من المعسكر الطويل، لأن أولا لا ينقطع عن ناديه، ثانيا لا ينقطع عن أسرته وعائلته، الأمر الثالث وهو المهم أنه يدخل بنفسية مرتاحة ويقدم العطاء للمنتخب ثم يخرج منه. قضية الانسجام أنه لازم يصير شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين أو غيرها بفترة طويلة حتى يجتمع اللاعبون مع المنتخب ثم ينسجمون، أقول هذه قضية محلولة نهائية، لأنه لاعبين مثلا لاعبين المنتخب هم اصلا منسجمين من سنوات طويله وكل واحد فاهم مركزه واللي يلعب فيه وطريقه اداء اللاعبين، فقط هي الخطه اللي تدربون عليها خلال ايام محدوده. جميل. فانا لا اتفق على المعسكرات الطويله، وبالتالي طالما انه لا يعني نرفض المعسكرات الطويله او لا نحبذها، انا لا ارفض ولا 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 اقبل، لكن انا شخصيا رايي لا نحبذها، اذا انت في عمليه التاجيل المسابقات اللي ازعجتنا حقيقه. يعني استاذ منصور متى نطلع من هالدوامه هذه انه والله لاعبنا ترى هذا مصاب ما تاخذونه وهذا لاعبنا يعني جيبوا لنا واسطه من هنا عشان ما ياخذون اللاعب، يعني ليش ما نجلس من البدايه في بدايه الموسم وش عندكم بطولات كمنتخب وش عندكم انتم كانديه وش اللاعبين ممكن تقدمونهم لنا في هالبطولات هذا وننتهي من هالاشكاليه؟ لا لن تخرج من هالدوامه ولا 10 سنوات قدام، لانه هذا الوضع القائم وهذه المسابقات اللي موجوده
وإحنا مشاركين كأندية في عدة بطولات، وهذه يمكن قلصناها واعتذرنا عن بعض البطولات وارتحنا من بعض البطولات اللي كانت الهامشية اللي كانت، ورجعنا لبعض البطولات يعني اعتذرنا لبعض البطولات، لكن هذا ستظل مشكلة قائمة يعني اليوم وغدا وبعد غد، صعب الخروج منها جدا. لكن تظل المسألة أنه الاختلاف أنه في لجنة المسابقات، إحنا لاحظنا أنه لجنة المسابقات بدأت يعني تحرص حرص أكبر على أنه لا للتأجيل في أي ظرف من الظروف يعني، وأعتقد أنه أنا أشد على يدها في أنه تحرص على أنه المسابقات تظل مستمرة قدر الإمكان، ما في تأجيل قدر الإمكان. وإحنا نشوف أنه مستوى المنافسة في الدوري كل سنة يتصاعد، هذه السنة المستوى متصاعد جدا، لو تم تأجيل مباراة لطرف أو لآخر، مش ما أتكلم عن دوري عبد اللطيف جميل، حتى ركاء واستفاد من هذا لاحقا سيكون يعني أمر سيصاحب جدل كبير. طيب خلونا نفتح أيضا ملف جديد اليوم معنا، اليوم ملف عن الاتحاد. البيت الاتحادي بدأ يجتمع نوعا ما خلينا نقول في منزل عضو الشرف الكبير أسعد عبد الكريم، اليوم اجتمع بعض أعضاء الشرف ومن جانب الإدارة الأستاذ عادل جمجوم والأستاذ سمير باجنيد، كان حديث حول الديون. هذه الأخبار اللي يعني تردنا اليوم أنه الحديث حول الديون، الشخص المكلف الأستاذ إبراهيم البلوي قال للإدارة أو الموجودين من الإدارة سأدفع المبلغ اللي أو الديون الموجودة على نادي الاتحاد بشرط أن أكون رئيسا. أعتقد الاجتماع في 14 اجتماع الجمعية العمومية في 14 نوفمبر راح يكون جدا هام لمستقبل الاتحاد. سنصور الاتحاد الآن حق الألغام، كل من يسير عليه من أعضاء الشرف أو من الإداريين في المرحلة الحالية أمامه حق الألغام، من الممكن أن ينفجر أي لغم في أي لحظة. حتى على صعيد يعني الديون هناك ترى مطالبات، بس عفوا إذا جاء أستاذ إبراهيم البلوي وقال والله بدفع كل الديون اللي عليكم وراح أمسك الرئاسة، وأيضا هناك خلاف عن كل الديون، وش الديون؟ في خلاف يعني في الداخل أنه يجب أن تكون هناك قضية الديون واضحة وجلية ومفهومة ومثبتة ورقيا، لأنه إحنا شفنا الإدارة الحالية ترى نفس السيناريو، الإدارة الحالية بقيادة يعني مجموعة المستقبل في أو شباب المستقبل في تلك الفترة كانت تعمل، المستقبل هذا انتهى موضوع، وأنه إحنا كنا يعني سنتحمل كافة ديون النادي، ترحل الإدارة إحنا سنتحمل النادي بكافة أموره، وعندما أتت قرأنا البيانات اللاحقة أنه كان في ديون وظهرت بدأت تطلع ملفات، بدأت تطلع الملفات والعقوبات والقضية الفلانية والقضية الأخرى، بالتالي الاتحاد يمر بمرحلة شائكة جدا ومعقدة جدا. أعتقد أنه في تحرك شرفي، ولكن إلى الآن أعتقد أنه في يعني مسائل يعني كثيرة يجب أن تحل، وأعتقد أنه وجود أسعد عبد الكريم تحديدا كواحد من أعرق من كانوا في الاتحاد من ناحية ربط الأمور و خلنا نقول تسهيل العقد الموجودة، مش الدور هذا ما لعبوا هذه المرة فقط، هو لعبوا في مراحل أخرى يمكن كانت شائكة بدرجة أقل على الصعيد المالي وليس على الصعيد الخلافي. لاحظ أنه الاتحادين اليوم الخلاف كله مالي، القضية كلها مالي، الديون ومن حيدفعها وكيف حتندفع ومن اللي يتسبب فيها، ويعني هذا الخلاف، لكن ليس هناك يعني يمكن صراع شرفي واضح، ليس هناك اتهامات شرفية، دخلوا فيها في مرحلة لكن خرجوا فيها من المرحلة الحالية. الآن الاتحاديين اللغة اللي يتحدثون فيها الخراج، الخراج مما نحن فيه بأي طريقة. يعني أستاذ خالد البعض يراها بمثل رؤية الأستاذ منصور، البعض يراها بمنظر آخر، هو أن المنقذ الآن أصبح لدينا موجود الأستاذ إبراهيم البلوي، هو من سيمسك الرئاسة، يوجد لديه الدعم المادي الكافي، ستعود أمجاد الأستاذ منصور بلوي. تعليقك. قلتها أنت خالد، قلتها جملة جميلة، منصور بلوي الاتحاد يعني الاتحاديون لو يتخلصون من عقدة إبراهيم منصور البلوي كان مش الاتحاد. المشكلة هي إنه كل شيء منصور البلوي، كان لو كنت كل شيء كل الرؤساء يقارنون منصور البلوي، فترة منصور البلوي أنا أتفق إنها مرحلة ذهبية مثل المراحل السابقة اللي قبلها على يعني فترة رئاسة مسعود وغيره، لكنها تظل عملية المقارنة، هذه مشكلة في الاتحاد. أنا أقول لك طالما إنه الاتحاد بس عفوا أستاذ خالد يعني تشرح لنا شو المشكلة، لو
يعني انا اقصد اذا كان عندك يعني اذا كان في يكاد يكون رمز بارز الان، الكل يتمنى ان يصل لانجازات منصور بلوي، ما المشكله اذا؟ انا اتفق معك مع منصور بلوي انه رمز من رموز الاتحاد، لكن فترة منصور بلوي مرحلة وعدت انتهت خلاص، ما عاد فيه انه الا اذا رجع منصور بلوي ورجع للرئاسة، وحتى لو رجع اشك انه يرجع بنفس قوته السابقة لانه فترة حماس انتهت. لو اراد الاتحاديين ان يتفقوا على رئيس يتفقوا على خالد المرزوقي، الدكتور خالد المرزوقي انا اقوله من افضل الاتحاد هو سنة واحدة، ومن البداية اختلفوا عليه. لماذا اختلفوا عليه وش السبب؟ لانه جاء بعد منصور بلوي، فبداوا يعني بعد ذهاب منصور بلوي بدات عمليه الشلاليه وغيرها، ابعد الدكتور خالد المرزوقي مع انه الاتحاد حقق اغلى البطولات في عهده، البطوله الاخيره لكاس خادم الحرمين الشريفين، ثم بعد ان بدات يعني بدا الجمهور يقبل منصور بلوي عفوا خالد المرزوقي، هو فضل الابتعاد لانه طبيب قلب ما يريد المشاكل، جاء بعده محمد من داخل، جاء بعده محمد الفايز بتجديدي بالثوب، وانا شخصيا اتفق مع محمد الفايز لانه جدد الاتحاد. كل فريق يريد ان يحصل على البطولات لابد ان يجدد. التجديد هذا يتطلب شيئين رئيسيين، اولا الوقت، الامر الثاني الجرأة. امتلك محمد الفايز الجرأة، ابعد بعض اللاعبين اللي خلنا نقول انهم مؤثرين إيجابيا ومؤثرين سلبيا داخل البيت الاتحادي على اعتبار أنهم لهم السلطة الفنية داخل الملعب ويتنازعون السلطة مع المدرب، أبعدهم بشكل تدريجي. الجمهور اعترض بشدة على هذا الإبعاد على اعتبار أنه فرغ النادي من اللاعبين المؤثرين، خلنا نقول اللاعبين الجماهيريين لا نقول المؤثرين، لأنه بعض اللاعبين ثبت انهم غير مؤثرين. جميل يعني استاذ خالد اللي فهمت منك اخرى وملاعب اساسيه، اللي فهمت منك انك تتمنى استمرار اداره الاستاذ محمد الفايز. بس كويس، بس خلني اكمل هالجزئيه. طيب هذه فضل. محمد الفايز حينما تولى رئاسه الاتحاد ثارت عليه اعتراضات، خاصه بعد ابعاد الرمز الاتحادي داخل الملعب، فقط انا اقول داخل الملعب الرمز الاتحادي اللي هو محمد نور، ثارت عليه اعتراضات. أبعد محمد نور، صارع محمد الفايز مع الجمهور وخاصة بعد قضية الشاورما وغيرها، صار ضدية حتى أنه في بعض المباريات هرب من الملعب، يعني ما أراد أن يدخل الملعب لأنه يخشى من الاحتكاك بالجمهور، صبر تمسك برأيه، صار على المنهج اللي رسمه لنفسه، بالنهاية حقق بطولة محمد الفايز. الأصوات يعني قبل ما يحقق البطولة كل الأصوات الجماهيرية بدأت تهتف في المدرج للاتحاد وتغيرت الصورة، ويعني برز مثل المهاجم الاتحادي المولد وبرز بعض اللاعبين الشباب المبدعين الذين يعني حققوا بطولة اتحادية جميلة انتزعوها من بين فكي الأسد. أنا أقول أنه محمد الفايز كسب شعبية وكسب الرهان في نهاية الموسم الماضي. المشكلة انه ما فيه عناصر داخل الاتحاد، خلينا نقول انهم شرفيين جماهيريين لاعبين، ما يريدون التجديد ثوب الاتحاد لانهم والله يعني استاذ خالد عفوا انا احترم رايك كثيرا، احترم رايك كثيرا، ولكن اللي احسك تتكلم عن اتحاد غير الاتحاد اللي احنا قاعد نشوفه، اتحاد اللي يعني في رصيده 5 مباريات بين خسائر وتعادل، الاتحاد اللي ما هو مرضي جمهوره، انت احسك قاعد تتكلم عن اتحاد اخر بصراحه. لا خالد انا اتفق، انا الى الان ما دخلت على الموسم الحالي، انا اتكلم عن الموسم الماضي واتكلم عن مرحله البدايه، لكن مرحله هالسنه الدوري هذا انا اتفق معك انه الاتحاد، اتفق معك، لا الاتحاد مو هو الاتحاد اللي احنا عارفينه. طيب استاذ منصور ناخذ وجهه نظر استاذ منصور اللي حسب الاتحاد، لكن جميل جميل تفضل. جميل الله يعطيك العافيه. الاتحاد نادي بتركيبه مختلفه يعني نوعا ما، تعود على الرمزية، تعود على الرمزية في الشرفية، الرمزية على في الميدان، الرمزية على مستوى إدارة النادي، يعني تعود أنه يكون في عضو شرف صاحب حضور طاغي. كان عبد المحسن آل الشيخ سابقا صاحب يعني حضور عضو الشرف الداعم، عضو الشرف الفاعل، مسميات لم تعد حتى تستخدم على الصعيد الإعلامي الآن، غير موجودة. افتقد الرمزية الشرفية، افتقد الرمزية في الفريق. محمد نور خروجه أيا يعني سواء كنا نختلف أو نتفق يظل له
رمزية معينة داخل الميدان. افتقد الرمز الإداري منصور البلوي، نختلف نتفق كان في نوع من الرمزية عند الجمهور اللي يعشقها، بالتالي حاليا لا يوجد، افتقد الجمهور الاتحادي هذه الرمزية اللي تعود عليها، أن وجود رمز معين صاحب حضور طاغي بشكلية معينة بآلية معينة لم تعد موجودة عنده على ثلاث يعني فئات، فبالتالي عنده حاليا مرحلة شوق يتمسك بأي طرف. إذا نجح إبراهيم البلوي أنه يعني يقنع الإدارة بالرحيل ويتسلم زمام رئاسة النادي بفضل اسمه وبفضل وجود دعم منصور البلوي، قد ينجح في تحقيق هذه الرمزية للمشجع الاتحادي ويحظى بدعم كبير قد تساعده كثيرا على النجاح. طيب جميل، هذا اللي كان اليوم يعني يحدث في الجانب الاتحادي. بالأمس مع زميلي فهد مساعد تحدثنا أو عملنا لقاء وشاهدتموه مع رمز الشبابي الأمير خالد بن سعد، اليوم نكمل لكم بعض الأجزاء من هذه اللقاءات، الجزء الثالث والرابع. نبدأ بالجزء الثالث. هو دائما يعني الحاضر مكمل للماضي، يمكن نتائجنا في الماضي كانت أفضل، أنا أقصد على مستوى المنتخبات وحتى على مستوى الأندية، لكن يمكن كان ينقصنا أشياء في الماضي حتى يكون حاضرنا أفضل. من أهمها الاهتمام بالفئات السنية، ومو بس بتطوير المهارات، مع أن ما عملنا شيء كويس، والفنيات وتوعية اللاعب، لكن أيضا من تكوين البنية الجسدية للاعبين. إحنا للأسف الشديد نشوف يعني أقدر أقول معظم لاعبين السعوديين بنيتهم الجسدية ما تأهلهم في المحافل الدولية. أنا أعتقد يعني الاحتراف كان شيء رائع أننا نعمله، لكن كان ينقص أشياء، وهذا من الأشياء اللي أنا كنت أطالب فيها ومن زمان. الخبير، أنا أقصد خبير رياضي، موظفين الدولة حتى لو عاشروا الرياضة، أولا ما هم متفرغين للتخطيط فقط، اثنين غير أنه يكون خبير مختص. يعني إحنا مثلا بدأنا الاحتراف بدون مقدمات عقود للاعب السعودي، هالشيء بعد فترة من الفترات خلى انه يكون في قفزات كبيرة لأسعار اللاعبين. لو من بدأنا الاحتراف اننا وضعنا نظام انه يكون هناك مقدم عقد مرتبط بالراتب، بحيث اللاعب توقع معاه، طبعا حتوقع معاه لكذا سنة، أقل شيء 3 سنين، كل سنة مقدم عقده، إذا أنه تطور مستوى وصل للمنتخب تزيد نسبة الراتب من مقدم العقد، لو انخفض مستوى ينقص من الراتب ومقدم العقد. كان ممكن لعيبتنا يتعودوا ولا يكون، ما تكون القفزة كذا سريعة. يعني منصور اللي فهمت من الأمير خالد بن سعد يقول بدايتنا الاحترافية كانت خطأ. والله طبعا الأمير خالد بن سعد يعني من الشخصيات المميزة والممتعة جدا وصاحبة الخبرة العريقة، هذه طبعا وجهة نظره، لكن أنا أرى أنه يمكن على الصعيد الاحترافي أنا أشوف أنه إحنا بدينا أصلا متأخرين، وليس بداية خاطئة، يعني كان مفترض أنه نبدأ في وقت يعني أبكر نوعا ما. ولكن مع كل ذلك حتى لما جينا نطبق
يعني واجهنا إشكالات كثيرة وعوائق كثيرة، وللأسف ما كان هناك يعني دراسات قائمة وتعديل قائم بناء على دراسات. كانت التعديلات اللي تتم بناء على يعني إما ضغوط، إما رؤية معينة، إما موجة إعلامية وجماهيرية ومسؤولين أندية يحتجون على نقطة معينة، فيأتي القرار متماشيا مع الرغبات الساحة وليس مع ما يفترض أن يكون أو ما هو مبني على دراسة أو رؤية تحليلية وليس رؤية تجاوبية مع ما يكون في الساحة، مع ما يدور في الساحة من طلبات وليس متطلبات. لما تشوف الأمير خالد بن سعد ايش تبادر لذهنك على طول؟ والله أتذكر مرحلة الإنجازات في نادي الشباب ويمكن الجيل الذهبي، ومرحلة صراحة كانت يعني جميلة جدا يعني. وخالد بن سعد كان يعني شخصية مختلفة نوعا ما، مختلفة عندما يخسر، مختلفة عندما يفوز، يعني مختلفة له كاريزما يعني خاصة يعني نوعا ما. وإحنا بصراحة نفتقد يعني الأمير خالد بن سعد في فترات كثيرة، حتى على صعيد الإثارة الصحفية كان الأمير خالد بن سعد رغم يعني حرصه الجديد دائما على التهدئة، لكن كان أيضا له يعني حضور الجميل في مثل هالمواقف. طيب نتابع الجزء الرابع والأخير من لقاء الأمير خالد بن سعد. جميل أن يكون عندنا اتحاد منتخب. أنا أحكي لك عن الأشخاص اللي أعرفهم شخصيا وأعرف تفكيرهم، مثل أستاذ أحمد عيد، مثل أستاذ محمد النويصر. أعتقد أنهم أشخاص ممتازين، وخير من يقود الاتحاد في المرحلة الحالية، ويكفي أنهم نجحوا بالانتخابات. اتحاد كرة القدم الحالي أنا أعتقد أن وضعه صعب، لأنه جاء يعني الأشياء كيف أقدر أقول لك، شبه مدمرة بمنتهى الصراحة، فيحتاج وقت ينجح يفشل، هذا يعني بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أولا مهما كان الأشخاص اللي بيعملون، إذا لم يجدوا دعم معنوي ومادي ومن أكبر قيادات البلد، ولم يكن هناك تخطيط سليم وعدم مجاملة أو عدم تمشية الأمور، خليها تمشي الآن وبعدين لاقي لها، هذا اللي سبب لنا الأخطاء الكبيرة. أعتقد مع أني برضي أعتقد أنهم بحاجة الوقت علشان ينجحون، وأتمنى أن يكون عندهم هدف لتطوير الكرة السعودية، ما هو بس في الوقت الحاضر، يعني لازم الآن نحاول يعني نصلح الأوضاع شوي، لكن أتمنى أن يكون في خطة لسنين قادمة. يجب أن يكون في إعلام حر، ويجب أن يكون لكل شخص الحرية أن يقول رأيه وينتقد، لكن في فرق بين الانتقاد وبين التجريح، فرق كبير. في فرق بين أني أقعد أحكي وأحاول أطلع فضائح ماضية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة علشان أبرز أنا كلاعب أو كإداري أو ما لازم يصير هالشيء. يعني أولا الشخص نفسه ما لازم يتكلم في هالمجالات. اثنين نفس القناة والمعد للبرنامج ما لازم يقبل بهالأشياء. يعني أنا أبغى أشوف شيء يساعد على التفكير في تطوير الكرة السعودية ورفع مستواها. أبغى أشوف نقاش جيد ومثمر، أبغى أشوف تعليق، أبغى أشوف آراء جماهير، بس مو أقعد أحاول بس أني أطلع فضايح
واني اقعد اصرخ كمذيع علشان اعمل اني بطل. يعني الان اسمح لي اقول هالكلمه مع انه في اشياء كثير جيده، لكن الان علشان اشتهر انتقد. لكن اذا النقد صحيح وبناء وهادف فهذا جميل ويجب على الكل الاستماع له والاخذ به، لكن اذا كان عكس ذلك ف وطبعا ما هو هذا السبب الوحيد. انا قلت لك هذا شيء يرجع للتخطيط من الماضي. نعم استاذ خالد، يعني تحدث الامير خالد بن سعد ان خير من يقود الاتحاد السعودي لكرة القدم هو الاستاذ احمد عيد، ولكنه وجد اتحادا محطما. تعليقك. قبل ما اعلق استاذ خالد، انا اتذكر موقف جميل للامير خالد بن سعد. اذكر في احدى مباريات الرائد كان الشباب يلعب بريده مع الرائد، وكان فيه الكراسي اللي قدام مجهزه للضيوف، كبار الضيوف، يبدو انه ما في ما هناك يعني ما ادري اداره الملعب ان الامير كايب يحضر مباراه الشباب. جاء متاخر شوي، يفترض انه يجلس قدام في مكانه، جاء ولقى شاف اقرب كرسي وجلس بكل تواضع. يبدو انه اداره الملعب انتبهت، وبعض الاشخاص قال هذا الامير جو قدموه تعال قم يا طول العمر قد مكاني، قال ابدا ولا اتعدى المكان هذا. اذكر انه كان يعني موقف جميل حقيقه يدل على تواضعه. انا اشيد بهالخطوه هذه وامسي عليه بالخير، واقول انه من الناس يعني الرياضيين القله اللي ساهموا في بناء الشباب. اولا يوم كان يرأس الشباب كان او في فتره من مراحل رئاسته لنادي الشباب كان الشباب ينتج اللاعبين وكان يبيع اللاعبين، يعني يبيع العقود، وكان احد الانديه التي تفرخ اللاعبين وتنتجهم بابداع. سؤالك خالد ترى نسيته اذا تكرمت. هو يتكلم عن الامير خالد بن سعد، كان يتكلم عن الاستاذ احمد عيد، يقول انه هو خير من يقود الاتحاد السعودي ولكنه وجد هذا الاتحاد محطم. اتفق معك يعني واتفق مع راي الامير لسبب بسيط، انه اتحاد منتخب، فبطبيعه الحال طالما انه اتحاد منتخب هو الافضل، سواء كان الافضل اداريا او الافضل انتخابيا. هو وجد، خلنا نقول وجد كرة سعودية محطمة، ما وجد اتحاد محطم فقط. مسألة بناء الكرة السعودية وإعادة صياغتها من جديد هذه تحتاج، حتى نتحدث عن القضية هي تحتاج إلى يعني حلقات وصفحات، وتحتاج إلى مداد من الأقلام حتى نتحدث عن القضية. لكن بكل يعني إيجاز وكل هذا أقول بإذن الله متفائل، وأقول نحن متفائلون على أن أحمد عيد سيقود كرة القدم. هو الآن مر عليه فترة بسيطة لرئاسة اتحاد كرة القدم، وأقول يعني على الرغم من الانتقادات اللي توجه له كأنه مثل ما يقول أنه ضعيف الشخصية أو غيره ولا يتخذ المواقف الحازمة، أقول إن خير من استجارة القوي الأمين. القوة ليست بالعنجهية وباتخاذ أحيانا القرارات الصارمة بقدر ما هي بالتخطيط والهدوء والعمل على العلاج. ونقول أنه ربما بوادر الجماليات اتحاد كرة القدم انه الاتحاد يعني المنتخب الاول تأهل تقريبا الى نهائيات كاس اسيا في استراليا. جميل. يعني طبعا هاللقاء هذا هو مدته طويله، اشكر الزميل ناصر الشيبان اللي اجرى اللقاء مع الامير خالد بن سعد، مدته طويله هاللقاء، راح يعرض لكم باذن الله في وقت لاحق في القناه الرياضيه، احنا اقتطعنا بس منه بعض الاجزاء. على ما ننتقل ايضا لصفحتنا التاليه نتحدث عن رابطه المحترفين. أوصت هذا الخبر التالي يردنا، أوصت رابطة المحترفين في ورشة عمل عقدتها يوم الأحد بالأمس بحضور ممثلي 5 أندية من 14 وفي غياب 8 أندية ووجود صلة نيابة عن نادي الاتحاد بأن يكون من حق الأندية أن ترفع قيمة التذاكر في بعض المباريات بنسبة 100% من 20 ريال للموحدة إلى 40 ريال والمنصة من 300 ريال إلى 600 ريال والمقصورة من 400 ريال إلى 800 ريال وكذلك التخفيض حتى أقل سعر ممكن إلى 10 ريالات للموحدة إذا كان النادي يرى في ذلك جذبا. أستاذ منصور تعليقك كما بيعلق، أنا عندي طبعا رأي بس أنا ما هو مفترض مني أقول رأيي كمذيع ولكن أسمع رأيك. ممكن ألعب دور المذيع وأقول لك رأيك.
لا هي اولا هي توصيه، لانه اعتقد انه الانديه مملوكه للرئاسه، متاكد هي توصيه، ولن يكون يعني قرار الرابطه منفرده، لانه اعتقد انه في تعميم او في يعني شبه نظام للرئاسه العامه بوضع حد اعلى للتذاكر لا يجب تجاوزه. انا اقول ما في مشكله في الزياده في ظروف في مباريات معينه وفي ملاعب معينه، ولكن متى ما بغيت تزيد او الاسعار بشكل عام، وفر البيئه، وفر الخدمات، حسنت. وفر خلني اجي الملعب استمتع، خلي تصير تجربه دخول الملعب سهله مرنه. ايش اخبار بوابات الكترونيه؟ بسوي بوابات الكترونيه، خلني اشتري التذكره الكترونيا. اما اني اقعد اعاني كل هذه المعاناه، بجي اليوم ترى وبجي بكره لاني احب نادي واحب فريقي وودي انه يكون اكبر، بس ما يعني هذا انك انت برضو يعني تحملني يعني مبلغ اضافي او عبء اضافي علي انا، لانه انت عندك يعني رغبه في انك تحصل يعني مبالغ اكبر. وممكن حتى سوي الزيادات سواء في المنصه، ما عندي اي مشكله، لانه انت مسوي في المنصه خدمات كويسه. صحيح. حتى اللي في المنصه ترى الخدمات لا تقارن بخدمات المنصه في في في, في دول في دول قريبه حتى درجه ممتازه. يعني بشكل عام تبغى تزيد، طور بيئه الملعب، طور بيئه الملعب حتصير الزياده منطقيه. ولكن على صعيد بقيه الملعب والدرجات الدرجه الثانيه يجب ان يكون يعني في توازن، بحيث انه يكون في تسهيل على المشجع انه يحضر ويدفع مبلغ يعني معقول كمشجع عادي. احنا يعني نقول في تزيد تذاكر يعني او تنقص التذاكر، قد يكون هذا محل اختلاف، لكن التوقيت الان في هالوضع في ملعبنا هذه هل هو صحيح؟ لا، في ظل البيئه انا قلت لك طور بيئه الملعب وزيد السعر، ما في اي مشكله. لكن طيب. برضو حتى الزيادة يجب أن تكون زيادة موجهة، لأنه أنا كمشجع عادي إحنا كنا نعرف أنه يعني الظروف القدرات الشرائية للمشجع العادي مش قدرات كبيرة عشان أنت تحمله يعني عبء إضافي، هي قدرات يعني عادية، وفي ظل ارتفاع الأسعار تتدنى تتراجع القدرة الشرائية. طيب. بالتالي أنت لا تحمل الأمور أكثر مما تحتمل، لأنه في النهاية ترى رأس مالك مشجعك، رأس مالك اللي موجود في الملعب اللي قاعد يتابع المباراة في البيت، هذا هو رأس المال اللي عطى الدوري السعودي القوة، واللي لازم أنت تطوره وتزيد من حضوره. وإحنا كنا تعدنا من آسيا بسبب الحضور الجماهيري، وكان عندنا أزمة حضور جماهيري، وقاعدين نحاول نحل أزمة الحضور الجماهيري. وبالتالي طور البيئة، حسن الأمور، خلي الأسعار التذاكر معقولة للمشجع العادي عشان تكسب قوتك وعشان تزداد قوة كرابطة الدوري محترفين وكدوري سعودي بدل ما تتراجع. طيب احنا اجرينا لقاء مع الاستاذ محمد المسحل او ياسر المسحل المدير التنفيذي للرابطة، يمكن تغير رايك. انا ما عندي مشكلة، لا بسمع ياسر، بس انا اطالب برضو ايضا انك تسوي مع المشجعين، خذ ياسر المسحل وخذ المشجعين عشان اسمع المشجعين، ويمكن ياسر المسحل وقتها يغير رايه ايا كان رايه. انا واحد من المشجعين عندك، نطلع لياسر المسحل ونشوف ايش الكلام اللي يتكلم عنه حول هذه التوصية. الله يحييكم، وهذا يعني واجب الرابطة أن المحاولة هو شيء تنظيم عملية أسعار التذاكر، وأيضا الحرص على زيادة مداخيل الأندية، يعني دخل تذاكر مباريات يعتبر مصدر مصادر رئيسية في يعني خلينا نقول في أغلب دول العالم. إحنا في السعودية عندنا تقريبا لا يتجاوز، سوينا دراسة الأخوان في الرابطة، دخل التذاكر مباريات ما يتجاوز 1% من دخل الفرق بشكل عام. فكانت الفكرة حقيقة أنه يتم الاستماع لوجهات نظر الأخوان في الأندية والرفع بالتوصيات اللي طلعت اليوم إلى الأخوان في الاتحاد السعودي وأيضا في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، أساس تعاد صياغة أو ترتيب أو وضع أنظمة يعني تخدم الأندية في المقام الأول، وأيضا تكون الأمور واضحة بإطار تنظيمي واضح ومعين. هذا كان الهدف من الورشة اليوم. إحنا كرابطة إحنا نبغى نعطي النادي حرية تحديد سعر التذكرة حسب ما يراه. يعني أنت الآن مثلا بعض المباريات تكون جماهيرية، النادي يرى أنه رفع سعر التذكرة قد يزيد من دخله، وهذا حق من حقوق النادي. إحنا ما نوصي برفع سعر التذكرة، ولكن نوصي بوضع تنظيم معين. يعني أول شيء نقر أنه الخدمات الحالية موجودة
هي أقل من خلنا نقول حتى المتوسط المفروض يكون موجود. الخدمات التغذية اللي موجودة في المباريات هي تحت مسؤولية النادي، النادي يتعاقد مع شركة وهي تدير الأكشاك التغذية والخدمات بشكل عام. من ناحية أيضا طرحنا فكرة في الرابطة أنه نتساعد مع الأندية أنه نجيب شركات إضافية، نحط حد أدنى لمستوى الخدمة أو مستوى اللي ما يقدم الخدمات الغذائية. هذا ما له علاقة بموضوع أسعار التذاكر، إحنا نفس الخدمات ونفس الوضع وفي زيادة في عدد الحضور الجماهيري بعض المباريات زي ما ذكرت قبل شوي، لكن بغض النظر زادت ولا ما زادت الجمهور من حقه أنه يجد خدمات تليق بهذا الجمهور. بالنهاية الجمهور يعتبر عميل، يعني في كل ما زاد عدد الحضور الجماهيري كل ما أعطى مؤشر أنه نجاح المسابقة بشكل عام. والله يا أخي تقدر تسألهم هم ليش ما حضروا، ولكن بعض الأندية يعني عندها، والله بدون ما أسمي أندية، لكن أنه بالنهاية إحنا في الرابطة كإدارة تنفيذية نخدم كل هذه الأندية ونبغى نحقق مصالحها يعني قدر الإمكان. بعض الأندية، وإحنا هذا أمر لا يخفى، يعني في اختلاف وجهات النظر بين بعض أعضاء مجلس الإدارة اللي هم ممثلي الأندية على موضوع آلية تقسيم مداخيل الرعاية للدوري. اللي حصل أنه الخلاف اللي تم كان فيه قرار صادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم أيام فترة رئاسة الأمير نواف، وهذا القرار كان فيه تحديد آلية توزيع المداخيل. صار بعض التغييرات وبعض الأندية اعترضت على التغييرات، خلنا نقول الرئيس مجلس إدارة الرابطة أخ محمد النويسر استعرض هذا الأمر وأعطى الحق للأندية اللي ما يعني ما خلنا نقول ما عجبها القرار أنها ترجع للمشرع اللي أصلا الرابطة تقع تحت مظلته اللي هو الاتحاد السعودي، أنه بإمكانهم الرجوع للاتحاد السعودي وطلب في إعادة نظر موضوع توزيع المداخيل، وهذا اللي صار. أخيرا أهم التوصيات اللي خرجتوا بها اليوم. طبعا كل الإخوان اللي موجودين اليوم يعني عادوا وكرروا موضوع أهمية وجود البوابات الإلكترونية وأيضا مشروع التذاكر الإلكترونية، هذا رقم واحد. إحنا ننوي أن نخاطب الرئاسة العامة للشباب بهذا الأمر وأهميته من ناحية أول شيء تنظيم الدخول الجماهير حتى عدد الحضور الجماهيري وأيضا زيادة الحضور الجماهيري كناحية تنظيمية. أنت اليوم لما تجي وتشتري مقعد عن طريق الويب سايت وتعرف ان هذا مقعدك بالرقم وبالصف الفلاني في الدرجه الفلانيه، ما تحتاج انك تجي قبل المباراه باربع ساعات وتضيع وقتك وتقعد تنتظر المباراه. فهذا احد يعني اهم التوصيات اللي حنطلع فيها اليوم. ايضا اذا كان في زياده ان الزياده ما تتعدى ال 40 ريال كدرجه موحده، وبالنسبه لل ممكن تبيعها ب 10 كحد ادنى، ما في حد ادنى، لكن كحد اعلى انه ما تزيد 40 ريال، لانه بالنهاية أنت برضو ما تبغى تضر المشجع اللي بعضهم يكون يمكن ما يتفرق مع 20 ريال 40 ريال. هذه تقريبا أهم توصيتين. إذا كان في تغيير بسعر التذكرة يعلن عنه قبل بثلاث أيام كأقل تقدير، أساس أنه برضو لا يتفاجأ الجمهور قبل بيوم المباراة أنه والله ترى السعر تغير. هذه التوصيات اللي راح نرفعها للاتحاد السعودي والرئاسة وهم بالنهاية يتخذون القرار. مصور بنعم او لا تغير كلامك؟ لا. طيب نروح الاستاذ خالد المشيطي. استاذ خالد، يعني تعليقك حول حديث الاستاذ ياسر المسحل. عندي عده تعليقات خالد اذا تفضل. اولا خل اعلق على عمليه الصراع ما بين رابطه المحترفين والانديه واعتراض الانديه المتكرر على عمل الرابطة وامتناعه عن الحضور مثلا في عفوا استاذ خالد، احنا ودنا بس نتكلم على التذاكر بس انا ما لو تكرمت ودي تتكلم عن التذاكر. إيه ما يخالف التذاكر. طيب جزئيتين، أنا أتفق مع عملية الزيادة إذا كانت في وقت ومكان معينين. على سبيل المثال ملعب نادي العروبة لا يأخذ إلا 2500 متفرج على ما أظن، حضور في مباراة الهلال أو النصر لا أتذكر بالتحديد وصل إلى 8000. كيف نحد من عدد الحضور؟ أنا أقول أنه رفع أسعار التذاكر بلا سقف معين هذا في حل جزئي خلنا نقول، وحل أمني ترى، ما هو فقط حل أنه يزيد مداخل الأندية لكن يقلل من الحضور الجماهيري. أختلف مع ما يطرح في الساحة الرياضية والساحة الإعلامية عن قضية أنه
لابد أن توفر الخدمات داخل الملعب. أنا أقول أنه جميل أن توفر جميع الخدمات، أكل وشرب وكل شيء نظيف وخدمات خمس نجوم، لكن اعتقادي الشخصي أنه المتفرج ما جاء يبحث عن الخدمات هذه. لو بيبحث عن الخدمات جلس في بيته قدام التلفزيون وانتهت العملية وكل الخدمات موفرة له. هو جاء يبحث عن النادي، يشجع النادي ويؤازره ويتفرج من داخل الملعب، سواء قدمت الخدمات فحلو يعني زين على زين، إذا ما قدمت الخدمات لا نقول أنه مبرر أنه التذاكر ما ترفع أو غيره. باختصار خالد، أنا أتفق أنه مع تنزيل التذاكر إذا كان في الملاعب مثل استاد الملك فهد أنا أقول له أوكي نزل التذاكر وخلى الجمهور كله يحضر، حتى في هذه عملية تنظيمية وتسهيلية أن كل المشجعين يحاولون أنهم يحضرون، لكن في العملية التنظيمية الملاعب الصغيرة هذه أنا حتى يعني أتفق لو أنه رفعت السعر التذكرة في 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 المدرج العادي إلى 100 ريال أنا أقول له مع هذه حتى نتلافى الأخطاء الازدحام داخل البوابات داخل الملعب وغيره. طيب جميل، هذا علوم يعني رأيك ونحترمه. نبي ننتقل أيضا لموضوعنا الأخير مع الكابتن علي كميخ. قدم نادي شباب الأردن الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم الذي يرأسه السعودي علي كميخ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد في مقر النادي بحضور رئيس النادي سليم خير وأفراد الجهاز الفني الجديد. أشاد خير بقدرات المدرب الجديد وجهازه المعاون له، مشيرا إلى أن الفريق عانى خلال الفترة الماضية من العديد من الصعوبات، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة عودة الفريق إلى مساره الصحيح في المنافسات المحلية والخارجية بدوره. أكد علي كميخ على هذا الدور واعتزازه بتدريب شباب الأردن. شباب الأردن يعني جدير بالذكر أنه يحتل المركز الخامس في الدوري الأردني. سمصور، والله شوف حنا عندنا للأسف يعني في الساحة الرياضية عندنا حالة يعني تقليل دائما من الآخرين، تقليل من اللي موجودين في الساحة. هذه حالة موجودة اليوم. أنا لما كان علي كميخ حالة موجودة كان يكلمني واحد من المشجعين وكان يقول لي يا أخي من يكون علي كميخ، راح من نادي وأقاله وجاء لنادي آخر، يعني هو جاي كمدرب مقال. لا، كل المدربين الأجانب مقالين ونجيبهم إلى نستقطبهم من جهات أخرى ونقول إنه هذا مدرب. عندما نستعرض السي في حقه نستعرض السي في حقه بنوع من التفاخر على أنه مدرب يعني كبير وعريق ومر على أندية عريضة. علي كميخ مدرب خاض تجربة يمكن ما حقق فيها نجاح أمامه تجربة أخرى، وهذا هو وضع التدريب عموما بشكل عام يعني. طيب، بالذات في المنطقة العربية. نرجع نتكلم أيضا ولكن بعد ما نروح للمؤتمر الصحفي اللي عقده الكابتن علي كميخ. شهد مقر نادي شباب الأردن مساء الأحد حفل توقيع المدير الفني السعودي علي كميخ وجهازه الفني لتولي الإدارة الفنية لفريق كرة القدم للفترة المقبلة. احنا صراحة متفائلين من إدارة شباب الأردن بالتعاقد مع الكابتن علي كميخ والجهاز الفني، ونعتقد أنه هو قادر على مسير في الفريق للمنافسة على منصة ويج ولإعداد فريق بنفس الوقت. تجربة الكابتن كانت مع الفيصلي أعتقد تجربة جيدة وناجحة، يعني رغم أنه ما عدم كان الحظ وقف ضد الفيصلي في هذه المباراة، لكن وجوده معنا أعتقد مكسب له وإلنا بصراحة. إحنا شباب الأردن دائما نحاول كل جهدنا ندعم الجهاز الفني الموجود معنا، من طالبه بحقوق وبنفس الوقت هو طالبنا بحقوق، لكن بالنهاية نصل إلى هدف واحد وهو دعم الفريق أساسا. ويأتي تولي كميخ القيادة الفنية لنادي شباب الأردن خلفا للروماني أوجين الذي أقيل بعد شهر فقط من توليه المنصب الفني للفريق. بلا شك أنه لدينا خطط، يعني وضعنا أولويات يعني استراتيجيتنا في العمل، سواء تحسين الصورة في الدوري عن الفترة السابقة، المنافسة على البطولات الحالية، في حالة مشاركتنا في البطولة الآسيوية بيكون لنا استراتيجية مختلفة، بيكون عندنا معسكر خارجي في المملكة، بيكون عندنا استقطاب لاعبين محليين ولاعبين غير أردنيين أيضا، حتى لاعبين أجانب سواء من المملكة أو من بلد أخرى، يعني سواء من أفريقيا أو من البرازيل، لتدعيم الفريق في بطولة الدوري وبطولة كأس الأردن وأيضا البطولة الآسيوية. وتعد التجربة الثانية في الأردن للجهاز الفني السعودي بقيادة الكابتن علي كميخ بعد أن قاد الفيصلي منذ بداية الموسم ووصل معه إلى الدور النصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي.
نعم استاذ خالد، يبدو ان مغامرات الكابتن علي كميخ لا تنتهي، هو الان يلتحق بالشباب الاردني. جميل انه ما رجع للثلاثة السعودية خالد. بعد ما تعاقد معه الفيصل الاردني، انا من اكثر الناس سعادة انه مدرب يحترف في الخارج، مثل ما احترف اللاعبين، اظنه اول مدرب يحترف في الخارج. تمنيت له التوفيق. اذكر في بداية تولي مسؤولية التدريب في نادي الفيصلي ظهرت بعض الاصوات المتشائمة، او خلنا نقول التي تؤمن انه زامر الحي لا يطرب ولا تقتنع بالمدربين انهم ينجحون داخل السعوديه فضلا عن نجاحهم خارج السعوديه. قالوا بعض الاصوات قالوا انه علي كميخ يدربهم بلاش حتى بس يثبت حضوره. هذا كلام طبعا فارغ ويستحق السخريه من قائل مطلق هذه الاشاعات. عموما درب الفيصلي وانا اقول انه لم يفشل، لكنه لم يوفق في مثل ما تفضل المتحدث قبل قليل. هو انتقل الى نادي ثاني. في الاجمال اتمنى له التوفيق، ارجو ان نرى مدرب وطني ناجح خارج السعوديه، واتمنى حقيقه ان يحقق مع شباب الاردن نتائج مبدعه ورائعه، حتى لعله يعني لعل الانديه او الدول الاخرى والانديه خارج السعوديه تنصف المدرب الوطني بعد ان رفضته انديه الوطن. نعم استاذ منصور عندك تعليق؟ لا نهائيا، اتمنى بس التوفيق للكابتن علي في تجربته، واذا نجح او حقق نجاح في هذه المرحله جيد، اذا لم ينجح هي تجربه لمدرب وطني خارج الاطار المحلي وخاض تجربه، علما انها ليست تجربته التدريبيه الاولى يمكن كمدرب اول، ولكنه يعني خاض تجارب سابقه في السعوديه كثير. برايك وش ممكن يقدمها يعني علي كميخ لشباب الاردن؟ والله شوف هي تجربة صعبة على فكرة، لأنه خرج من تجربة في نفس الدولة بانتقاد جماهيري يمكن واسع كثير، في ضغط كبير عليه، في توقع من الساحة أنه لن ينجح هناك داخل الأردن، بالتالي الضغط النفسي على علي كثير يعني عالي جدا. طبعا هو مدرب محترف عاش تجارب شبيهة في السعودية يمكن أكثر قسوة مما هي عليه الآن، وبالتالي عنده خبرة تراكمية تسمح له في التعامل مع الظرف بالشكل اللي يعني يساعده على النجاح. أستاذ منصور جبرسي الإعلامي الرياضي، شاكر لك تواجدك اليوم. شكرا لك. شاكر لك آرائك اللي خصت فيها الحدث الرياضي. الله يسلمك يا رب. أيضا الأستاذ خادم الشيطان، شاكر لك آرائك اليوم طرحتها على الحدث الرياضي، شكرا لك. شكرا خالد، شكرا لفريق إعداد البرنامج، وتصبحون على خير. الشكر الأكبر دوما ما أقول هو لكم أنتم مشاهدي الحدث الرياضي، دمتم بخير وإلى اللقاء.
الآن يدير اللقاء الثالث للفريقين أمام أنظار البرتغالي فيتور بيريرا. وفتح الجبال الاثنين على فكرة ما هو محقين علامة نجاح كبيرة، لا فتح الجبال هو فتح الجبال مع النموذج بطل الدوري، ولا فيتور بيريرا محقق العلامة المميزة مع النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، صافرة البداية الفتح على تشكيلته وعلى أسماء الموجودة في مباراة اليوم. الكل ينتظر متعة ما بين الفريقين، خاصة عندما نتذكر اللقاء الذي جرى آخر لقاء ما بين الفريقين في 14 إبريل على هذا الملعب. يومها كانت كلمة الفتح العليا، يومها كان دوريس سلمو. أنتوا عارفين حتى لما كان يلعب مع النصر في موسمين مسجل 3 أهداف في الموسم الأول، 3 أهداف في الموسم الثاني، 6 أهداف في الدوري سجلهم مع نادي النصر. مشعل السعيد ينقل كرة جميلة جدا، الخميس انطلق على الطرف الأيسر، انطلق الخميس بدر على الطرف، عرض كرة صواب لكنها وصلت سهلة من أمام دوريس، لكن وصلت إلى حارس المرمى، عرض ودوريس سلم المتواجد داخل منطقة الجزاء. لكن الكلام الآن إلى حديث عن وين؟ عن حمدان. الآن مرت الدقائق، حمدان ما ظهر على الطرف الأيمن كثير، واللاعب الوحيد